الندوة التي عقدها حزب التقدم الاشتراكية في موضوع يعني أحوال التشريع بصفة عامة وبالخصوص تشريعات ذات الطابع العام وما تثيره عادة من ردود فعل مجتمعية وفي مقدمتها مشروع مسطرة المدينة التي أثارت فعل خصوصا المحامين الذين اضطروا في آخر الاحتكاك إلى أنهم يعلنوا التوقف الشمولي عن ممارسة الدفاع. هذه الندوة فتحت نقاش بشكل واسع في كل جوانبه المتعلقة بتدقيق والوقوف عند الإخلالات التي تعتري هذا المشروع، كما أنه أعطت فرصة للحديث عن معنى حق الدفاع ودور المحامي ورسالة المحاماة في المجتمع ومدى أهميتها في إطار دولة الحق والقانون. فكان النقاش غنيا ومثريا فكانت خلاصة لهذا الندوة أنه توقف الجميع على أن المغرب في حاجة إلى تشاور واسع، وحاجة إلى تشريع في مستوى لائق به، في حاجة إلى ديناميكية جديدة من أجل الوصول إلى عمق الأهداف الواردة في الدستور، مع احترام طبعا المعايير والمقاييس الدستورية القائمة.